اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. ودلوقتي يا جماعه هنشوف مع بعض طريقه تركيب السوفت بوكس. بتاسف لكم بس ان الاوضه مكركبه، معلش يا جماعه. اول حاجه يا جماعه بنجيب الهيد ده وندخله جوه السوفت بوكس بالمنظر ده كده. زي ما انتم شايفين يا جماعه، اول حاجه يا جماعه دخلت الهيد جوه السوفت بوكس. وبعد كده يا جماعه بنقوم نجيب الاربع عصيان دول بنركبهم بقى في السوفت بوكس. بصوا ازاي، بصوا يا جماعه، بنركب دي كده في الهيد ونقوم نركبها من الجنب الثاني في الايه، السوفت بوكس كده اهو. دي كده اول واحده، تمام. بصوا يا جماعه، الهيد من ورا في فتحات كده التركيب ديت فيها، اللي هي الفتحات دي شايفينها. ده يا جماعه الشكل النهائي للسوفت بوكس بعد ما ركبت الاربع اركان بتوعه في الهيد. وبعد كده بنقفل ديت، بنقفل الاركان بتاعته عشان يبقى مقفول بالكامل. بصوا يا جماعه، ده شكل السوفت بوكس. اتمنى ان يكون الشكل واضح. ده شكل السوفت بوكس بعد ما اتركب عليه الهيد اهو يا جماعه، زي ما انتم شايفين، تمام. هركب بقى الغلاف الامامي بتاعه، وده مجرد بيتلزق على السوفت بوكس، بيبقى فيه حاجات كده زي اللي في الكوتشي، زي القفله بتاعه الكوتشي، حاجات كده بتلزق. وفي الاخر يا جماعه بقوم ايه، مدخل العصيان الحديد دي من جوه دي عشان يبقى الايه، يبقى البتاع ده ثابت كويس ومغطي السوفت بوكس بالكامل. وده يا جماعه اخيرا الشكل النهائي للسوفت بوكس بعد ما ركبته. كده ركبت الهيد في السوفت بوكس، ما فاضلش الا في الاخر ان هي بتتركب على الحامل. وده يا جماعه بيبقى المنظر النهائي للسوفت بوكس وهو متركب على الحامل. وطبعا بقى بنظبط ارتفاع الحامل زي ما احنا عايزين اهو يا جماعه. وبالفعل الاضاءه بتاعتي شغاله، ومن الواضح ان هي يعني ان شاء الله هتبقى اضاءة ممتازة يعني باذن الله، لان زي ما انتم شايفين لما وجهتها على الكرومة عاملة اضاءة كويسة، يعني ان شاء الله هتبقى اضاءة كويسة يعني باذن الله. هركب بقى الاتنين عند الحتة اللي بصور فيها الجيمبلي، وهصور لكم الشكل النهائي. وده يا جماعة الشكل النهائي بعد تركيب السوفت بوكس. بس كده، وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في الفيديو جديد.